يا اخي مو فاول، مش ماشي فاول. شفت الكره شلون؟ تعلم. وين وين وين؟ برا 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 ما يصير. كثيراً ما تضل الخطى بين الخطأ والصواب، فتهتدي تارة وتضل أخرى، خصوصاً خطى شبابنا التي لم ترسخ بعد. ما أحب أظلم أولادي، هم لين حين صغار مثل النبتة يحتاجون للرعاية والتوجيه في ظل ظروف الحياة اللي نعيشها، وأهم شيء نخلي الباب لهم دوم مفتوح. من نعم الله علينا أن وهبنا تربة خصبة بالمبادئ والقيم، وحبانا الله أفكارا وعقائد صالحة تروي لنا نبتتنا ليستقيم له الحال. ولا يعني إن اعوج نبت أنه قد فسد ويجب قطعه. ليس من الذكاء أن نخفي مشكلاتنا، من الحكمة أن نواجه المشكلات ونضع حدها. مرات ظروف تكون قاسية على الواحد وهو بنفسه ضعيف ما يقدر حتى يواجهها، وبعدين معك يعني وبعدين لمتى على هالحالة داخل سكران طالع سكران؟ اوه فكيني يا مرة فكيني، بطيتي راسي. شوف ان ما تقدرت بهدلك البيت وبطل. لا عاد كلش بموت، روح بلا رجة واخذي عيالك بعد. في تكاتف بناء نقف متصافين مع مجتمعنا، نستقبل ما قد يلم به من آلام لنضمدها بمنهج علمي متخصص، ونعيد تلك الخطى التي قد فقدت صواب طريقها ونردها إلى قوام مجتمعنا ليعودوا أفرادا بنائين في مسيرة الوطن. كان لازم بل يجب أن نكون متواجدين من البداية حتى لا تصل الحالة إلى هذه الدرجة من الاضطراب والإدمان. لنبقي رحلة التأهيل في غاية السرية، فإنه يتم التعامل مع من نستضيف فقط من خلال أرقام رمزية لهم، فلا يتم تداول اسم الحالة بأي شكل من الأشكال. كل شيء هنا يتم بسرية. مشاعر العميل تهمني.
في مؤسستنا نحمل أهدافا ترمي إلى مجتمع صحي قوي، وقطعا ما يشغل أذهاننا هو تقويم سلوكيات من قد زلقوا في طرق الانحراف لنعيدهم إلى المسار الصحيح مندمجين بشكل بناء، ونبث روحي الوعي والإرشاد في المجتمع لمواجهة مثل تلك المخاطر. وهذا من خلالنا نقدمه من برامج التوعية الأسرية والتأهيلية والتقويمية لنحافظ على قوام هويتنا واستقلال شخصيتنا. وش فيك؟ شكلك تعبان ومكتئب. أبا أخلص من العذاب اللي عايشه، بروح العوين. مينون أنت؟ ما تخاف إذا رحت العوين تتعاقب؟ تعتقد إذا رحت أتعالج يعاقبوني؟ لا يا أخي ما يعاقبونك، لأن قانون مكافحة المخدرات نص على أن أي متعاطي يسلم نفسه للعلاج لا يساء القانون. ليس من العيب أن نخطئ، لكن من العيب أن نستمر ونتمادى في الخطأ. يدنا ممدودة للتعاون لنواجه بعضنا البعض ونحقق التوازن. ديني يوصيني بالعمل التطوعي، ومن تطوع فهو خير له. ومبدأي في الحياة أنا أعطي الآخرين فأنا موجود. السلام عليكم. عمري الحقيقي بقدر ما أعطي للناس وبقدر ما الناس يستفيدوا مني. طالما أمنا أن العمل بروح الفريق الواحد يخدم الجميع. دوم في أمل طول ما احنا مخلين الباب لهم مفتوح. طالما واجهنا مشاكلنا سنتغلب عليها. طالما نحترم مشاعر وخصوصية الآخر ونتقبل. طالما ندرك أن لنا حقوق تحمينا في هذا الوطن. طالما ندرك بأن هناك مجتمع يحتوينا ويتفهم زلاتنا. طالما نرى أياد تمتد إلينا من أجل مساعدتنا. نكمل بعضنا البعض، كل واحد يعمل من أجل الجميع، كلنا العوين. Kind of love to raise a child. So don't give up. So don't give up. When pressures come down. Sometimes it takes a different kind of dream to make you smile. So raise it up. So raise. Hanging there with me. Sometimes we need another helping hand to show the way. So don't give up. مركز التأهيل الاجتماعي العوين.